فمساك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقي وأفصح. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح. ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. إلى طابق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان لارجح. ورابعهم خير البريات بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجوب الفردوس بالنور تسرح. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وقل خير قول في الصحابات كلهم ولا تك طعانا تعب وتجرح. فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابات تمدح. وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامات عقد الدين والدين أفيح. ولا تنكرا جهلا نكرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح. على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حامل السيل إذ جاء يطفح. وإن رسول الله للخلق شفيع وقل في عذاب القبر حق موضح. ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. ولا تك مرجيا لعبا بدينه ألا إنما المرجي
الفرجي بالدين يمزح. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعاته ينمى وفي الوزن يرجح. ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح. ولا تكو من قوم تلهوا بدينهم فتطعان في أهل الحديث وتقدح. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. فأنت على خير تبيت وتصبح.